اسمي أمل جعفر، أنا مدربة يوغا وتواصل ذاتي. في بداية 2018 تقريبا 3-4 أشهر قبل أتزوج، كنت أسوي فحص ذاتي اللي كنت أسوي باستمرار. لقيت يعني حسيت بشي في جسمي وما كنت أعرف وش هو، بس كنت أعرف إن هذا شيء غريب وجديد، فحطيت بالي عليه وقعدت أحاول أعرف من الدكاترة ومن الفحوصات شنو هو بالضبط. بعدها بكم من شهر أخيراً وصلت للنتيجة، واستلمت النتيجة تقريباً 2 أسبوع عقب حفل زواجي وانتقالي إلى العيش مع زوجي. وخبروني بأن الشيء اللي اكتشفته في جسمي في الثدي هو ورم، وهو ورم سرطاني. خبروني بأنه هو صغير جدا وفي ستيج 1، فمرحلة جدا جدا مبكرة. صدمة التشخيص نفسها ما كانت بقدر صدمة العلاج، لأن في البداية كنت أفكر أنه يمكن ما بحتاج أسوي كيموثيرابي، بس وحاولت أحارب هذا الشيء واجد، لأن في عندنا فكرة عامة بشكل عام من التلفزيون، من الأفلام، من المجتمع، إن الكيموثيرابي جدا جدا صعب وجدا شيء مأساوي، وساعات يخوف أكثر من المرض هو بذاته. فأخذ لي وقت، يعني واجد كنت مصدومة أن لازم أسوي كيموثيرابي عشان أتعالج، وما كنت متقبلة هذا الشيء أساس بتاتا. حتى يعني رحت وصلت لي ألمانيا عشان أشوف دكتور مختص هناك، وقال لي ما في، يعني لازم تسوين هذا هو العلاج. أخذت 20 جرعة كيموثيرابي، أربعة منها كانوا جدا صعبين وواجد تعبوني جسديا، ومشيت فيه وسويت عملية بسيطة لاستئصال جزء من الثدي، وأيضا مريت بكورس راديوثيرابي اللي هو العلاج الأشعاعي. جت فترة ما كنت أبي أشوف أحد غير مقرب إلي، فيعني حطيت نوع من الحدود عشان أكون في منطقة راحة. أحس إن هي تجربة فتحت قلبي، أكيد إليها آثار لحد الحين نفسية شوي صعبة. بالإنجليزي يسمونها PTSD أو صدمة أو أثر ما بعد الصدمة، وهاي الشيء أنا يعني قاعدة أخذ علاج نفسي إذا وإرشاد نفسي عشان أفهم وأتعامل مع نوبات القلق اللي أحيانا تصيدني. شخصت في 2018، في نصف 2018 انتهى العلاج في بداية 2019 تقريبا، فصار لي 2 سنة وشي متعافية بشكل تام. اتعالجت في مستشفى الملك حمد، كان عنده ثقة واجد كبيرة في الفريق الطبي هني في مركز الأورام. عندي رسالتين، رسالة الأولى للي يشخصون بالمرض، ورسالة ثانية للحوالي الناس اللي تشخص بالمرض، لأنه ما في أحد يصاب بمرض السرطان بدون ما الناس اللي حواليه يتأثرون ويتأثرون بشكل مباشر. رسالتي للشخص اللي يشخص، وهذا بس بناء على تجربتي الشخصية، إن أنتي وأنت عندك قوة رائعة في داخلك، بس خليك مؤمن بالقوة اللي فيك، خليك مؤمن بأن كل التجارب اللي أنت مريت فيها من قبل وصلتك لهذه النقطة اللي تخليك تتعامل مع شيء صعب كذي. الوعي بنفسيتنا واجد مهم، القوة الذهنية المنتل سترينث واجد قوية ومهمة، محبتنا لذاتنا وطيبتنا تجاه أنفسنا هي شيء واجد مهم وأساسي في رحلة العلاج. ورسالتي للناس اللي حوالي الشخص اللي قاعد يتعالج، اتذكروا أن هذا الشخص مو فقط مريض، إذا تحطونا في هذا الإطار اتذكروا أنه كل شيء ثاني. أنا كنت حاسة بالذنب، لأن يعني أتحكي معاش بكل صراحة، أنا كنت حاسة بالذنب تجاهها شوي في البداية لما شخصت إنه يعني وعلي زوجي توه متزوج، ويعني زوجته فيها يعني مرض كبير وحين لازم يمر في كل شيء. بس اللي صار إنه هو
أظهر الشقد وهو رجل حكيم ونفسه طويل وكريم، كريم بوقته وباهتمامه وكريم ماديا وكريم شقد يساندني. وهو أكثر شخص حوالي ما غير في طريقة تعامله معي، يعني حسسني أن أنا هي نفسها اللي حباها وتزوجها وما في شيء يعني بيتغير. فظل يعاملني كإنسانة، هذه الإنسانة الشاملة إذا أقدر أقول. فيعني إيه، وجد شكرا إلي، وجد 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 وجد.